We are in India. السلام عليكم، صباح الخير. كما راكم تسمعوا في الصونات، وين هذه؟ في الهند. راني في الهند في مدينة جايبور، بلاصة معروفة ياسر. هذا الهوتيل اللي راني نازل فيه بعد ما نفيلمي ونصور بعض الأماكن هنايا، أكثر من مكان سياحي. هذه جايبور فيها أكثر من مكان سياحي، فيها معابد، فيها مهم أكثر من مكان. ولكن أنا الحاجة اللي راح نديرها واللي هي راح ندور بالتوك توك. كامل الهنود يمشوا بالتوك توك، عندهم طاكسي، عندهم ماطا، عندهم كلش. ولكن أنا راح نسي التوك توك، اللي هو اللوكال ترانسبورتيشن. حواليك راح ناخذ توك توك لواحد البلاصة، واحد المعبد يسموه موتي دانجري ولا حاجة كيما هكذا. هذا معبد ومسميه مكان سياحي واحد اخر باش تكون قريبة لينا. لاصونات في كل بلاص، البنية نتاعهم كيفاش داير، المحلات ديك الطوابير كيفاش دايرين. خاصني نلقى توك توك ياخذني لهاد البلاصة موتي دانجري. هو معبد ومسميه ثاني مكان ثاني سياحي. تاك ميتو موتي دانجري، موتي دانجري. يا يا يا، هاو ماتش هاو ماتش؟ جود برايس جود برايس. لا 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 برو، اتس تو ماتش. 500 برو برو، لايك مي 150 برايس. ا جود برايس 400 100 150 لوكي داني. يا 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 150 400. لا لا برو، اتس تو اكسبنسيف برو. Let's make it like I have 200 in my pocket. Let's go. 200. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. نتفاهموا على البري ومن بعدها نروحوا معاه. 350 روبيه. No, 300. 300. Yeah. 300. 300. Let's go. Yeah, let's go. Yeah. 300. Yeah, 300. Moti donkey. هذا من هند. يا هاي ليك ديزاين تاعها من برا كيفاش داير. صراحة مش نورمال، هذه راح لازم نرجع لها. خاصني نرجع له، لازم ندير عليه دورة. ولكن راح نقصدو المعبد، يجاني قربت المعبد، بعدها نرجع للبلاصة هذه الثانية. We are in India. That's museum. هذا متحف. نعم البلاصة هذه جاية شوية نقية، مش كيما الأماكن اللي قبل. ولكن هذا يقول لك بلي متحف، عندهم الديزاين تاع تاع المتاحف تاع المعابد مش نورمال صراحة. سيرتو على برا كي تشوف كيما هاك صراحة. واو، جبنا غلط في اللوكيشن. لا
بعدني للبلاصه اللي انا راح لها المعبد تقريبا واحد كيلو ولا يلا صححت له قلت له بلي غلط يلا صححت البلاصه وانا راجعين ورجع البلاصه اللي كنا فيها انا راجعين راجل طلع معنا واحد ليك ونعاود دخلنا عليه خلصت في الطريق راه داير كامل ليك 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 نعاود لك تما غريبنا نعاود لك سنه يا وصلنا للمعبد تاعهم انا ندخل نشوف واش كاين الداخل لازم نحسب باطي ثاني بصح ما خليش دلدا البرا خاف لي يدوني نشوف الداخل واش كاين هيك يمس الفوق ثاني ضربة واحدة روح باش تعبت وقيلا ثاني تخلص ما على باليش يخلصوا حاجه ياكلوا ولا يديروا حاجه هنايا ما على باليش لكن صراحه راه حاجه مش نورمال واش غادير تصلي فارغ تاخذ هنايا زيد الحاجه اللي تشوكيك كل واحد واش يعبد عندهم اكثر من رب هنايا لما يجي داخل يحب الارض ومن بعدها يضرب هذاك الجرس هذا هو اللي عم يعبد نرجع بدل البلاصه هذا الاله نتاعهم يسموه الاله جانيش ويقول لك هذا المعبد تبنى في القرن 18 زعما يقول لك باللي التصميم تاع المعبد معقد ياسر حاجه اللي معقده ولكن الاله يسموه جانيش والمعبد تبنى في القرن 18 هذا واش عرفت والحاجه اللي نعرفوها اكثر انه عندهم اكثر من اله هاي لك بلاصه واحده اخرى ثاني هذه اله هذا مرا هذاك اللي كبيرنا ثاني خاصك تنحسب باطك وتدخل ايوه هذا اله مرا هذا ما اسد اكثر من اله زوج ثلاثه في بلاصه واحده انا ديك هذا اللي شفتها بعد ما خرجت من هذا المعبد ثم ثلاثة إله في مكان واحد راح نطلع واحد البلاصة اللي الفوق إلى راه تقابلكم راهي الفوق راح نشوفوا واش كاين تما مادام جيت لهذ البلاصة خاصني نستغل وندور لبلايص الأماكن السياحية نتوجهوا للمكان الثاني هذ البلاصة نقية شوية على المدينة الداخل أنا متخليين فيها لأنه مكان تاع عبادة نظن وزيد مكان سياحي هذو كامل توجو الصباح باش يديروا العبادات تاعهم
هو مقبلني واحد التمثال كبير صراحة مبني بواحد ديزاين زين ياسر، ولكن هذا كامل معبد نفس المكان. أنا بليش كيفاش نقدر نطلع للفوق؟ هاوليك المعبد الثاني اللي بغيت، ممكن ثاني كاين واحد زوج إله ولا ثلاثة الداخل، خاصني ندخل نشوف. لك الديزاين شخص هذا البوليسي. Sorry. Is that open? How can I out there? Oh, so okay. Yeah. خاصني نحل الحذاء تاعي ثاني وندخل نحطو لداخل بعد نشوفو. هيا ندخل نشوفو. Sorry. Oh, ticket. Okay, 33. هيا ندخل نشوفو لداخل. هذا بالموسيقى الإلهية تاعهم هذا. من داخل المعبد هنا يا إله بالموسيقى حبسني ما على باليش علاش صراحة. هيا ندخل نزيدو نمشو منا شوية. تخيل أكثر من ما على باليش أنا إله قبيل هيه زوج ما كان ثاني ثلاثة، ممكن هنا ما على باليش عاد زوج وثلاثة في مكان واحد. كل واحد كل عندهم كل إله زعما بالميزة تاعو وش يساعدو ويعبد. بالموسيقى أكثر من تمثال بالنسبة لي أنا أول مرة نشوف هذا الشيء. شوكيت، ولكن درك خاصة نبدلوا البلاصة نبدلوا كامل هذا المكان. قال لي الفوق ما تقدرش تطلع، أنا خاصني نبدل البلاصة. كاين واحد ثلاث أماكن الحمد لله أنه بجنب بعض راح نزورهم، ولكن بعد شوية أكثر من 12 كيلو ولا 13 كيلو. هذه هي، راني في معبد في الهند في جايبور. اكثر من ما من معبد، ولكن هذا المقصود من ضمن ياسر فيه اكثر من اله. راح نتوجهوا للمكان الثاني. خلص لي 10 روبيه نحسبها فري على صباط، هي مش حاجه ولكن مانيش حاب نكتب اثم. ممكن هذا اللي خلصت عليها نكتب ليها اثم تو نظن بلي لا لانه جاست خليت عنده الصباط باش ما يروح ليش. هوليك المعابد اللي دخلنا من قبل، هوليك واحد هوليك اثنين، كاين معبد اللي كنا فيه ثاني ثلاثة، أكثر من إله عندهم. يلا نتوجهوا للمكان الثاني اللي راني متحمس له ياسر. نتوجهوا للمكان الثاني، مكان سياحي ياسر وبامتياز. هي السيتي سنتر تاعها. اللي راكم تشوفوا فيه كامل قصر. ليك الديزاين كيفاش داير من برا، صراحة واو مش نورمال. افضل حاجة وافضل وسيلة نقل تقدر تنقل بها هنا في الهند هي التوك توك، لانه في السيركيلاسيون يقدر يجوز فيها مش كي السيارة. تيك برو، thank you so much. الثالث المكان الثاني حيت انا في المكان الثالث لانه كنت داير في بالي باللي هذوك هذاك المعبد زوج اماكن ولكن هو مكان واحد. فهمت منه اوكي تحلى منه. المكان الثاني اللي اسمه الووتر بالاس واللي هو القصر داخل هذا الليك داخل هذا البحيره كما راكم تشوفوا. هذا قصر وكامل محوط بالماء، باش تقدر توصل له لازم قارب. القصر تبنى تقريبا في 1700 معناها قديم ياسر. حاجة لاحظتها انه كل القصور هنا في الهند قديمة قديمة صح قديمة،
بنات 1600 كل واحد والتاريخ تاعو. رانا في ووتر باليس، القصر اللي داخل المياه اللي محوط بالمياه، ما تقدرش تدخل له، لازم لك قارب، مكان استراتيجي صراحة مش نورمال، ما كاينش اللي يقدر يوصل لك. باللي كاين مكان هنايا هذا الكورنيش، ونقدر نسيي اللباس تاعهم التقليدي. راني حاب نسيي اللباس التقليدي تاعهم وناخذ شويه صور اللي كاد الكابلز ياخذوا في صوره امام الووتر باليس. خاصني نشوف القدام الى لقيت. مشيت حتى لهيك ما كانش، ما لقيتش اللباس التقليدي تاعهم. معناها راح نريح شويه هنايا، نمشي في هذا الكورنيش اللي مقابل الووتر باليس، ومن بعدها نغيروا المكان ناخذ شويه صور. هذه باينه، بعدها نغيروا المكان الثالث. ليتس جو. هاوليك الاجانب كثره هنايا، ثان سياح من كل مكان. ولكن الحاجه اللي كنت حابها الصراحه اني نسيي اللباس التقليدي نتاعهم مقابل القصر هذايا، وناخذ شويه صور. هذا الليك كبير شويه، بصح تبان عليه ماشي نقي كامل، لانه الاوساخ اللي شتها لداخل تبين انه هذا الليك هذا النهر مسخ. دوك راح نخلي الواتر بالاس بعد ما حوس على لباس تقليدي ونقدر نسي، ولكن ما لقيتش. راح نتوجهوا للمكان الثالث كالعاده، راح ناخذ التوك توك اللي هي افضل وسيله نقل تقدر تنقل بها هنا في الهند باسعار جد معقوله. عطشت انا يعني، عطشت مش ريق عامه. ويت ام كان كام واتر ها واتر وات هاو ماتش 20 انت شورت مره بي. ثانك يو ثانك يو. اوليك 20 ما بلش الا صحيحه ولا لا انا بلش الا الى حشالي ولا لا لا. طريق المكان الثالث، طريق كامل جبال خضار طبيعه. كذا نساوش راه مازين انا بليش الى يبيعوها والله. ما حبيتش نصور وانا جاي، السيد تاع التوك توك هذاك اللي قبيل حطني بعيد على هذه البلاصه كيلو، وانا ما فوقتش لانه يعني شفت شويه اجانب قدام واحد البلاصه، حطني امام واحد البلاصه بعيده على هذا البانامينا بكيلو تقريبا كيلو. ايه معناها جيت ماشي حبيتش نصور، ولكن الحمد لله راني وصلت. راح نحكي لكم على هذه البلاصه كيف دايره. هذيك دقيقه، هذه ما كاش اللي ما يعرفهاش، اسمها البانامينا كاكوند الاسم الكامل تاعها. يقول لك انه تبنت في القرن 16، معناها قديمه ياسر. هذه بركه، نظن باللي عقبوا عليكم فيديوهات كانوا يعوموا فيها. تخيل هذه البلاصه كامل تبنات، تشوف هذه السكاليات كامل باش يهبطوا لتحت باش يغسلوا بهذا الماء كاين اللي يعوموا فيه ويشربوا منه. ثاني اللي كاين يشوف في معنى باليش حوت، والله نظن باللي هو حوت كيما راكم تشوفوا. هاوليك هاوليك ليك الديزاين تاع الدروج كيفاش دايرين. وزيد ما نقدرش نهبط لتحت لانه ممنوع، ونظن باللي كاين عليك او الشرطه ما تقدرش تهبط، اذا هبط يبدا يصفر لك. هاي لي كامل اسم كامل تاع هذه البلاصه اللي هو بانامينا كاكوند. هذه البلاصه كنت نزورها في السوشيال ميديا والان راني فيها الحمد لله. هاي ليك مرايا. بعد ما رحنا للمعبد، ثاني حاجه الووتر باليس، الثالثه هنايا بانامينا، خاصنا نطلعوا اخر حاجه واللي هي الرابعه نكملوا بها اليوم تاعنا واللي هو هذاك الاقصر. راح نطلع ماشي. ايه هذه هي، راح ناخذ شويه صور هنايا تذكاريه باش نتفكروا البلاصه، ونتوجهوا للمكان الرابع اللي نختموا به الفيديو تاعنا ان شاء الله. ما خلينا المكان تاع بانامينا، المكان تاع الدروج المعروف هنايا في جايبور، خلونا نتوجهوا لاخر مكان. هاي ليك البنيان تاعهم كيف دايرين.
بديت تعود تمشي لاباس عليك اش تلقى؟ تلقى شادي القرودة عندهم بكثرة، تلقاهم يدوروا فوق الديار عليك. ندخل ندور شوية بعدها نطلع لفوق. انا في جايبور عليك جردة قدام المكان الرابع اللي راح نختمو به الفيديو. طلعي منا كما راكم تشوفوا ثان، هذو كامل طلبة اللي لابسين اللباس الأزرق. هذي كامل جردة. قلنا نطلعوا للقصر اللي الفوق. نظن باللي تقريبا 700 متر أقل من كيلو. أنا مش لي حاجة اللي ياسر، ولكن طلعة أنا راح نتعب شوية. شيك البقر تلقاهم في كل بلاص. مخليين مع راحتهم هنايا. نتمنى باش نصور لكم شويه الفيو اللي قابلني. القصر راه مورايا. هاي ليك هذا هو القصر. وزيد هاد الفيو اللي قابلني منه كما راكم تشوفوا في هذاك الصور. هذا الصور هذا كامل صور واحد يجي منه. هذايا كامل تابع للقصر هذايا. وزيد يقول لك المساحه تاع هذا القصر كامل بالصور يقول لك 4 كيلومتر مربع، مساحه كبيره ياسر. نظن باللي باش يحموا هذا القصر، هذا الصور كامل باش يحموا هذا القصر. نفسه نفس الصور الصين العظيم المشروع الفاشل حتى وقع تذكار، ولكن الفكره اللي كانوا مدينها باش يحموا زعما القصور ويحموا المدن. نطلعوا منا كاينه دخله طلع للفوق، نزيدو نشوفو واش كاين لداخل. ليك خلصت 150 روبية نشوفها الداخل. صراحه مكان ليك الديزاين على برا. هاي ليك جردة. بعد ما تدخل داخل القصر ممنوع تدخل داخل. هاي ليك القصر من الداخل كيفاش داير. الأجانب والسياح كثرة. يستاهل زيارة ويستاهل اني نخلص عليه 150 روبية تقريبا واحد 2 دولار هكذاك او دولار ونص. هنا حاجة واحدة اخرى ليك الكزاز وين راهم دايرينه. هذا كامل مري. فيه كامل مري مزينين به الحيط تاعهم ديك الديزاين. شوفوا لنا السياح بكثرة، ما نقدرش نصور في راحتي ولكن مش عائق. هذا كامل قزاز ليك 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 ليك. تقابل هذا الفيو، تقابل هذا الجردة. صار فوق جبل محيط به صور، ديزاين على برا كامل قزاز مع الخضار، جاردة الوسط نورمال. هذا القصر كامل فوق ليك الفيو اللي قابلني. انا هبط لتحت نزيد نشوفو. بعد ما درت الجوله الكامله هنايا في القصر وزرنا اكثر من 3 اماكن واللي هي المعبد، ثاني حاجه الووتر باليس، ثالث حاجه هذيك تاع الدروش
تسماها. ورابع حاجة واللي هو القصر هذا الكبير، نختم الفيديو هنايا.